في هذه الأثناء إذن تصل الطائرة الرئاسية لصاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. إذن يصل فخامته في هذه الأثناء إلى قاعة الاستقبال في القاعة الأميرية في المطار الأميري مستقبلا من قبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح لتقديم واجب العزاء للسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل الصباح. يصل إذن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذه الأثناء. نتابع وإياكم لمحة أخرى من التواصل بين الأخوة العرب ووصول فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي مقدما العزاء لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. لا شك أن جمهورية مصر العربية إحدى الجمهوريات التي ترتبط بالكويت على مدى طويل من المحبة والتقارب والأخوة، وزن هذه الجمهورية والقرب التي تحظى به من دول الخليج كافة ومن الكويت بشكل خاص لا تعكس هذه الأهمية لدولة الكويت بالنسبة لجمهورية مصر العربية ولجمهورية مصر أيضا بالنسبة للكويت. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يقدم واجب العزاء لأسرة آل الصباح في هذه الأثناء في قاعة الاستقبال في المطار الأميري. نتابع إذن وإياكم أيها السيدات والسادة هذه اللقطات التي تصلنا من القاعة الأميرية في المطار الأميري بمطار الكويت الدولي لمراسم تقديم العزاء من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لسمو أمير البلاد شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولأسرة آل الصباح الكرام. بهذا الحديث الذي يجمعه بأخيه سمو الأمير خلال مراسم استقبال المعزين بفقيد الكويت أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، وهذه الأهمية التي لا شك تعكس ما كانت الكويت بين أشقائها وبين دول العالم لما تمثله من مركز إنساني عالمي إلى أحضان الكويت خلال فترة وجيزة، ونحن نتحدث عن هذا القائد الذي وإن لم يستمر في الحكم طويلا
إلا أنه أسس للعديد من أصول المحبة في هذه الأثناء. إذن نتابع إياكم مشاهدينا مغادرة صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مغادرا القاعة الأميرية في المطار الأميري بعد أن قدم واجب العزاء بفقيد الكويت نتابع إذن وإياكم هذه الصورة التي تأتينا من المطار الأميري لمغادرة صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد تقديمه واجب العزاء لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح، متوجها في هذه الأثناء إلى الطائرة المقلة لفخامته.